سيد الاستثمار. شباب انتم ما سويتوا اي حملات انتخابيه صح؟ ليش؟ حملات انتخابيه الكبير القريه او شيخ القريه او حد ما سويتوا حملات وتصويت لا الجنرال خلاع الجمهور اي الجنرال نفسيه شوي الجنرال نفسيه. طيب اعطوني الاربع اسماء اعلى مبيعا يشرفوني على المسرح. اول اسم معنا الاسم اللي تكرر كثير مشاري عمر. اعطونا الاسم الثاني زايد بن سابر. سهل الطيب. الاسم الثالث عمي بياع العسل مسلط الجبلي. الاسم الرابع حظ عاثر اليوم تفضل معي سيد ماشي. هي انت طبعا الشباب اللي تشوفونه هم كانوا الاعلى مبيعا زينك انتم من الاربعه زايد جدا جعله حلالك والله حلالك والله خلك ما اخذ غصب علي ايش اسوي ها شباب اللي تشوفونهم اخوياكم الاعلى مبيعا هم المرشحين انهم يكونون كبير المنتجع او شيخ المنتجع قبل ما نختم ونعلم منه سيد الاستثمار. مين سفير الوقف انت كل يوم انت عندك واسطه انت تفضل معي احمد العوام هو عبد الله الفريدي عبد الله الفريدي اي واحد تفضل معي عادي.